دكتور محمد، لو هنتحدث على التطور الكبير والطفرة الكبيرة اللي حصلت في قطاع هام بيمس كل مواطن مصري وهو قطاع الصحة، مصر كانت فين ما قبل 30 يونيو تحديدا، وأين هي الآن في هذا القطاع؟ طيب، هو بصورة مبدئية أنا عجبني جدا أن حضرتك بتقول أين كنا وكيف أصبحنا، لأن هو فعلا لو عايزين نقارن إحنا فين دلوقتي، مش بس لازم نقول هل إحنا عندنا تطور او احنا دلوقتي كويسين ولا لا، الا لما نقارن احنا اصلا كنا فين. صحيح. خلينا نفتكر مع بعضينا من 10 سنين بالظبط، ويمكن الحمد لله يعني انا سعيد ان السنه دي هي ذكرى مرور 10 سنوات على ثوره 30 يونيو. وبالظبط عدت 10 سنين، يمكن هتفتكر بسرعه ان عدت 10 سنين، ولكن خلينا نشوف من 10 سنين احنا كنا فين ودلوقتي بقينا فين. من 10 سنين كان أمام الدولة المصرية التي كانت تسعى أن تبني نفسها من جديد مجموعة من التحديات في قطاع الصحي تحديدا. أول تحدي أن البنية التحتية لقطاع الصحة بالكامل لم تكن على المستوى المطلوب. قطاع الصحي في مصر ما أقدرش أقول أنه قطاع سيء، ما أقدرش أقول أنه قطاع غير ماهر أو ما عندوش نوع من الكفاءة، بالعكس هو قطاع كفء جدا، ولكنه دايما يعني عنده مشكلة أنه منخفض السعة. الجملة دي ممكن تفسر لحضرتك إحنا كنا فين. كان عندنا خدمات صحية ولكنها منخفضة السعة بالنسبة لعدد المواطنين. عادة مشكلة الصحة الرئيسية إن أي تطوير فيها هو تطوير طويل الأمد شوية، يعني ما ينفعش نقول أنا هعمل النهاردة فبعد شهرين ثلاثة سنة اثنين ألاقي فيه مردود إيجابي. لا، الصحة بتحتاج سنوات وسنوات عشان نقدر نوصل لحاجة ملموسة. هنا الدولة المصرية من بعد 30 يونيو، نظرا لأن كان من أهداف 30 يونيو الارتقاء بالإنسان أو بالبشر عموما، كانت الاستثمار في الصحة أحد الأولويات الاستراتيجية للدولة. فابتدت تعمل خطتين، خطة قصيرة الأمد وخطة طويلة الأمد. الخطة قصيرة الأمد كانت لازم تستهدف ملفات واضحة ومشاكل على الأرض بشكل عاجل وسريع. صحيح. كان على رأسها هنا مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي. وخليني هنا أتوقف عند نقطة وأقولها، وأنا لا أخجل من يعني ترددها وتكرارها في جميع المحافل، أنه لو لم يقدم النظام السياسي والقيادة السياسية المصرية عبر 10 سنوات في قطاع الصحة سوى أنه تمكن من القضاء على فيروس سي لكفته وفاضت. أي طبيب ممارس للمهنة في على أرض هذا الوطن يعلم جيدا ماذا كان يفعل فيروس سي بأكباد المصريين وبصحتهم عامة. وده تخصص حضرتك أكتر. لا أنا كلا حك كلا ومسالك بقى، فأعتقد يعني برضو فيروس سي له علاقة بالكلى شوي، يعني في المراحل الأخيرة مش في المراحل متدهورة. لكن إحنا كنا، ما أنا كنت طبيب مقيم بشتغل بتفرج في المستشفى على مرضى البطنه والكبد، وبتفرج في العيادات وبتفرج في المستشفيات وبشوف المنظر شكله ايه.